أبطال مسلسل باب الحارة بين الماضي والحاضر 2006-2023. كثرة الوفيات ستصدمك. الفنان عباس النوري إلا أدى دور أبو عصام في مسلسل باب الحارة، عمره في عام 2023 71 عاما. الفنانة صباح الجزائري عمرها في عام 2023 69 سنة. الفنان ميلاد يوسف عمره في عام 2023 39 سنة. الفنان وائل شرف عمره في عام 2023 46 سنة. الفنانة ليليا الأطرش عمرها في عام 2023 46 سنة. الفنان سامر المصري عمره في عام 2023 54 سنة. الفنانة وفاء موصلي عمرها في عام 2023 64 سنة. الفنان أيمن بهنسي عمره في عام 2023 76 سنة. الفنانة أناهيد فياض عمرها في عام 2023 40 سنة. الفنانة تاج حيدر عمرها في عام 2023 36 سنة. الفنان وفيق الزعيم توفي عام 2014 عن عمر نهز 53 عاما إثر صراع مع المرض. الفنانة أمية ملص عمرها في عام 2023 52 سنة. الفنان عبد الرحمن الراشي توفي الفنان عبد الرحمن الراشي عام 2014 عن عمر ناهز 83 سنة إثر أزمة تنفسية. الفنانة رشا التقي عمرها في عام 2023 38 سنة. الفنانة سحر فوزي عمرها في عام 2023 61 سنة. الفنان حسام تحسين بك عمره في عام 2023 82 سنة. الفنان بسام قوسى عمره في عام 2023 69 سنة. الفنان عاصم حواط عمره في عام 2023 48 سنة. الفنانة ديمة جندي عمرها في عام 2023 48 سنة. الفنانة ديمة قندلفت عمرها في عام 2023 45 سنة. الفنان هامي البكار
عمره في عام 2023 43 سنة. الفنان حسن دكاك. توفي الفنان السوري حسن دكاك في عام 2011 عن عمر نهز 55 عاما نتيجة لمرض القلب. الفنان أسامة حلال. عمره في عام 2023 45 سنة. الفنان سليم كلاس. توفي الفنان السوري القدير سليم كلاس عام 2013 عن عمر نهز 77 عاما إثر أزمة قلبية حادة. الفنان ألاء الزعبي. عمره في عام 2023 44 سنة. الفنان عصام عباجي. توفي الفنان السوري القدير عصام عباجي في عام 2014 عن عمر نهز 75 عاما بعد صراع مع المرض. الفنان محمد رافع. توفي الفنان السوري محمد رافع عام 2012 على أيدي مسلحي معارضي للنظام السوري. الفنانة هدى شعراوي. عمرها في عام 2023 85 سنة. الفنان محمد خيار الجراح. عمره في عام 2023 59 سنة. الفنان محمد قنوع. توفي الفنان السوري محمد قنوع يوم 22 أبريل عام 2023 عن عمر نهز 49 عاما إثر إصابته باحتشاب بعضلة القلب بشكل مفاجئ، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن وفاته جاءت بعد عملية قسطرة قلبية. الفنان أدهم بسام الملا. عمره في عام 2023 28 سنة. الفنان حسام الشاه. عمره في عام 2023 57 سنة. الفنان معن عبد الحق. عمره في عام 2023 45 سنة. الفنان نزار أبو حجر. عمره في عام 2023 71 سنة. الفنان عادل علي. عمره في عام 2023 92 سنة. الفنان علي كريم. عمره في عام 2023 75 سنة. الفنان مأمون الفرخ. توفي الفنان السوري مأمون الفرخ يوم 21 مايو عام 2020. سبب وفاة الممثل مأمون الفرخ هو تعرضه إلى احتشاء في عضلة القلب خلال اليوم 28 من شهر رمضان، وتوفي وهو يبلغ من العمر 62 سنة. الفنانة إيمان عبد العزيز. عمرها في عام 2023 60 سنة. الفنان رائد مشرف.
عمره في عام 2023 49 سنة. الفنان محمد شماط. توفي الفنان السوري محمد الشماط يوم 28 ديسمبر عام 2021، وأعلنت نقابة الفنانين السوريين وفاة الفنان محمد الشماط في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 85 عاماً. الفنان عدنان أبو الشمات. عمره في عام 2023 59 سنة. الفنان زهير رمضان. توفي الفنان السوري زهير رمضان يوم 17 نوفمبر عام 2021 عن عمر ناهز 62 عاما بعد تعرضه لالتهاب رئوي حاد. الفنان هاني شاهين. عمره في عام 2023 84 سنة. الفنان فادي الشامي. عمره في عام 2023 37 سنة. الفنانة فدوى محسن. عمرها في عام 2023 85 سنة. الفنان أدهم الملا. توفي عام 2014 عن عمر ناهز 82 سنة بسبب مرض عضال. الفنان هيثم جبر. عمره في عام 2023 73 سنة. الفنانة وفاء العبدالله. عمرها في عام 2023 66 سنة. الفنان أحمد خليفة. عمره في عام 2023 68 سنة. الفنانة ليلى سمور. عمرها في عام 2023 56 سنة. الفنان رامز عطلة. عمره في عام 2023 65 سنة. الفنانة رانيا أحمد. عمرها في عام 2023 40 سنة. الفنان رامز أسود. عمره في عام 2023 48 سنة.